بغى يسجنوني يا رجال، ليتني مسجون في ديتي ولا انسجن هناك. طيب سجنت ولا بغوا؟ ها؟ يعني وين هذا بلندن؟ لندن. والله اني تمنيت اني انسجن في السعوديه مؤبد ولا انسجن عندهم يوم. انسجنت ولا ما انسجنت؟ بعلمك سالفه طويله. اسلم. ما وراكم شغل صح؟ لا لا ما عندنا شيء. اسلم. ايه المهم طلعنا للهايد بارك. استر علي. ايوه. نطرد بط، واحد من اخواني صغير يبغى يركب البطه. ايه بطه يبغى يركب فوق البطه نصوره. بطه بطه. ايوه. ما تعرف بط يعني لا لا وش ايش تسموه البط؟ طبعا ايوه اسلم. واحد صغير من العيال رايح معه. هو يطرد، انا فاتح بث ايام التيك توك. حلو. هو يطرد البطه وانا اخب معي البث. اول ما امسك البطه كذا عني اصور الا الدوريات وقفت. خيط. اي والله. اول علينا اي اخذت الجوال اللي في البث يذكرون، اخذت الجوال حطيته مخباي ما طفيت البث. ليه؟ اخاف يشيلون، ما اعرف انا جلينزي زيرو، ما اعرف جلينزي. جلينزي اي اكيد زيرو من كلمه جلينزي. واحط الجوال في مخباي لهم نو تاتش، اللي اذكره نو تاتش. ثم حول السواق مع السلسله ذي حقت الايدي. حلو. انا شفتها ولا ما شفتها؟ بطني ودوني قالوا جود البزر ومسكوني قالوا رني بيشلوني معهم. حلو. الله فزعنا باثنين اماراتيين الله يبيض وجيههم يسوون رياضه. حلو. شافونا نحكي عربي وهم حكوا انجليزي. البزر اللي معي لغته اقوى من لغتي، هذه اللي قهرنا. انا واقف كبير هو جنبي نو نو، انا واقف اطالع ما ادري ايش. جاوا الاماراتيين وقفوا، انت غبي هذا ممنوع السنونك والله، ما تلمسها هذه ما تطردها عشان بطه. عشان بطه من جد، هذه بطه الملكه. اوه ايه هذه احنا في مزرعه ذي، يقول مزرعه الملكه. قال الاماراتي انا بضبط امور. قال الاماراتي عند العسكري قال له ان هذا مبتعث وكذا وتو جاي وما يعرف وجديد ومن ذا الموضوع. قال الشرطي نو بروبلم نو بروبلم نو تاتش نو تاتش. يا ولد لا يمكن يصلون بك شرقي هناك. قالوا لي قال لي الاماراتي قسم بالله اذا سويتها مره ثانيه والله ان يشلونك تروح ورا الشمس. قلت لا ورعوا عصر وعود الفندق وارقد عصر توني قايل. والله ود انك انسجنت ذاك اليوم. بيض الله وجيهم، وين تبي انسجن؟ هذا احس بيستحمل هناك. والله يا سلطان يا اخي ود انها لا عادي ترى. كم راحت فيكم انسجن بالراسيه؟ انا انت ايش سالفتك انت؟ سلطان يا سلطان توك ما عرفتني. سلطان دقيقه ابيك تقول لي سالفه. عبد الله عمرك انت وبهاج؟ لا لا عارفهم ما سافرون برا. طيب اسلم مسعود وين؟ تدري سلطان ترى ما يسجنونه في سجن عادي نفس اي انسان، في اسطبل ياخذونه.